ليه زعلانين؟ ما عنده برين. شباب بنات جاهزين لطلعت العيد؟ وين راح تطلعون؟ راح نروح الماي، راح نروح الملاهي، وناكل من المطعم، ونشتري العاب. اوه مجهزين جدول كامل لطلعة العيد؟ انا صديقاتي. اوكي يلا نروح؟ يلا. لا تأخرني، يلا يلا نروح يلا. بتحس الطلعة وايد، يلا نروح. يلا. بتحس طلعة العيد من زمان انتظرها. يلا بعد خوف خير، يلا يلا. يلا. يلا اليوم راح نطلع ونبسط. بنات متحمسين للطلعة؟ وايد؟ اوكي راح تتمشون اليوم تنبسطوا وايد ما تنسون هاليوم. يس كان دخل الصحراء تحت الجامع شوفي. وين رايحين نحن؟ كان دخل الصحراء زيادة. لا استنوا بنات شو انتم ما تصدقوني، استنوا استنوا راح تنبسطوا. اوكي يمكن ما داخل الصحراء. صحراء؟ يلا بنات وصلنا. حلو. يلا زر يلا. يلا. شيخ وين ما نحن في الصحراء؟ صح الصحراء. حلو الصحراء هاي حلوة لعبوا فيها، انبسطوا في الرمل، طلعوا الطاقة السلبية. أنتِ وعدتينا نروح المول. لا حلو شوفي هناك جبل ركبوا يلا. روحوا ركبوا فوق الجبل. ليش حلو الصحراء؟ لا. وين تريدين تروحين؟ نريد الملاهي. بنات يلا روحوا العبوا في الجبل، يلا انتوا دلوعين كل سنه تروح الملاهي، يلا هالمره تغيير صحراء. هذا مو طلعت عيد. صح. بنات حلو انتوا دلعين، والله ليه حلو، شوف الطبيعه، شوف الغروب، شو ركبوا الجبل، ركبوا الجبل، كأنه ملاهي، يلا، شوفوا كأنه اعتبروه زحليقه. اريد الملاهي ما اريد البر. والله تغيير، شوفوا كيف حلو، هذا يعتبر كأنه زحليقه، رمل شوفوا لعبوا فيه له سووا اشكال، ليش زعلتوا بنات؟ حلو. انا عبالي تنبسطوا. شيخ تستهبلي علينا صح؟ لا هاي طلع حلوة ما راح تنسوه طول عمركم. اوه شوفوا بنات شوفوا انتوا فوق على القمة وايد حلو، شوفوا شوفوا الأماكن الطبيعة، تنفسوا تنفسوا، ليش زعلانين؟ ما عندهم شوفوا بنات بنات مين شوفي هذا الصحراء؟ في شوفوا رمل رمل فيها رمل شوفوا حلو. في جبل شفا شفا ليش زعلانين؟ والله حلو الناس زمان كان طلعتهم في البر، انتوا الحين جيل جديد تبون ملاهي تبون خساير. الناس كلهم راح ملاهي الا نحن. عادي انتوا تغيير كونوا مميزين كونوا في البر حلوه شفا. شيخ زعلانه منه راح نروح البيت. بنات بنات والله عيب والله بنات. عبد الله من جدك جايبني البر؟ عادي تغيير ما فيها شيء. مو حلو ملل. حلو عبد الله صايم كنا صغار نروح البر؟ ايه وايد نستانس. نستانس شو الجيل الجديد طالع دلوع. ما عارف كل مرة يصير مولات بس. هم خلاص ردنا البيت. عبد الله كلمهم. خلاص هسوي بعد. بديهم البيت. بنات بنات والله البر أحلى من البيت. ما بر. بنات. ليش زعلتوا؟ ما بردي البيت. يعني لازم مول لازم؟ لازم. خلاص الدنيا صارت ظلام اصلا خلاص كل المولات سكرت تقريبا. مالي دخل وديني. وين وديك؟ دي المول. خلاص بنات رايحين البيت. كلنا صرنا رمل. صح. من البر؟ هي. عادي طبيعي طبيعي حلوه. رايحين ردينا البيت خليكم. كاشخين وتوسخنا صرنا كلنا رمل. صح. يا عمي حلو والله حلو تغيير البر. ما با. بنات ليش زعلانين؟ هاي الطلعة اللي وعدتينا فيها شيخة؟ حلوة بنات صح؟ لا مو حلوة حط شوي. زعلوا يا أخي شو فيهم؟ بنات حبايبي لا تزعلون. خلاص يلا بعدين العيد السنة الجاية بوديكم مكان حلو. بنات يلا خلاص انزلوا يلا وصلنا البيت يلا انزلوا. بنات ايش زعلتوا؟ يا ربي مو انتوا كنتوا تريدوا تروحوا البيت؟ شفا شفا حبيبتي ايش زعلتي؟ عشان طلعت العيد؟ كان حلو البر. ما نحكي المشيخ انت وعدتيني نروح البر واخر شيء وديتيني البر. عادي نعمه حلو. شفا حبيبتي لا تزعلي بكره راح اوديك المول ان شاء الله. اخاف بكره توديني غابه مش مول. لا لا راح اوديك المول ان شاء الله. يا بل يا ما اروح. غزل لا تزعلي بليز.
راح اوديكم بكره ان شاء الله المراهن. زين غزال ريم، انصح البنات بكره نسير المول. اوكي؟ لا ما ابي، كلامي بيصيروا اليوم. ريم ريم انت حلوه طيوبه. ريم 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 كلام زعلانه. شوفه لا تكلميني. شوفه انا زعلانه من الشيخه. ليش يا ربي بكت عشان طلعت العيد؟ حد لا تكلميني. بنات تبكون عشان طلعت العيد؟ راح اقول لكم شيء بنات. مقلب، والله العظيم مقلب. اليوم راح اوديكم ملاحي. ليش؟ اوه اصبروا اصبروا، راح اوديكم اليوم الملاحي اللي تريدونها. وبعد راح اشتري لكم هدية العيد من فلوسي. وبعد راح اوديكم اي مطعم تريدونه. واليوم راح امشي، اوكي راح امشيكم وابسطكم. كيف كان المقلب؟ ابدا مو حلو. وصلنا عندنا تحدي سرعة بين شفا وغزل وريم، من يوصل الأول النهاية. 3 2 1 انطلقوا. تعادل بنادي. يلا شفا، يلا 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 يلا. عارفه شغلت الحجاج. يلا شفا شوفوا، يلا شفا يلا شفا يلا يلا يلا. واو احسنتي. بنزل تحت بعد. يوهو جنة رايت حلو. يلا شفا يلا يلا شفا يلا 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 حيو شفا حدات. يلا روحي بعد بعد. لازم احنا تاكلون تاكلون احلى طلعة في العيد حبيبتي. واو خروف العيد الله كيوت. كيوت الخروف شعره حلو صح. باكل اكل هو قاعد ياكل. كيوت
العيد. أوكي أوكي، أني بروح السوق مع بابا. ماما أنا بعد ماما السوق. سوس خبي ليش أضيع في السوق؟ ماما أريد أشتري فستان العيد. سوس لكن يوم ساكن جبناش لحد الدنيا عيد وزحمة. صح يا مخاطش. أريد أروح ما يخصني. سوس ما راح تروحين، لا تحاولين. بنات بنات. بنات خلينا نكتب كل شيء نحتاجه عشان ما ننسى في السوق. أوكي. كعب، أكسسوارات، فستان، وحليات العيد، وميك اب، وبس. يلا روح السوق. يلا. بنات يلا نرجع بس تجي. ستوب بنات. سوسو. بنات ما روح معاك. ما راح تروحين. لا بروح. ستوب ستوب ستوب. سوسو حبيبتي شو زماش مو حلو رح بدي. صح. Thank you.
الحقيقة. سوسو قامت من النوم تبى تلعب مع الخروف، فكت الحبل وخروف هرب. يا مصيبتي، خروف العين هرب. ماما غلط من سوسو مش منا. صح، أسفة ماما. أنت السبب ليش ما انتبهت على سوسو؟ سوري ماما، كنا نايمين. أنا بعلمكم، أنتم مو مصبيين. بنات معي الوان، كل واحد تغمض عينها وتاخذيها لون. اوكي اوكي. اول شيء يلا غمض عينك. اوكي افتح عينك. الحين داري. يلا غدر غمض عينك، يلا خذي لون. هذا اوكي. اصفر. هذا الاصفر. وشفا احمر. بعيش يوم كامل باللون الاحمر. بعيش يوم كامل باللون الاصفر. جيت محل ملابس اشتري ملابس باللون الاحمر. بشتري ملابس باللون الاصفر. 3 2 1 انطلقوا. واو، قميص احمر كيو. صح، هيا خلينا نلبسه. قميص اصفر. اصفر بس ما عجبني، بشوف ثاني. كاب احمر كيوت. بشتري. قاعده لقيت شيء؟ لا ما لقيت شيء. دوري دوري، يلا روحي. الله، قميص اصفر حلو، بشتريه. جنن باربي. بس البنطلون رمادي. بدلي. اوكي بنطلون. اوكي. الله كيوت. اشتري. شايفه يستوي ابيض؟ لا لا ما يصير، لازم احمر. حتى النجوم مو حمراء. بنطلون اصفر حلو بس صغير. واو، سروال الاحمر كيوت. الله حلو. راح اقيس الملابس برجع لكم. اتوقع حيطلع شايفه وايد حلو. محل الشوزات. شفا الان تشتري شوز اي لون؟ احمر. وانا اصفر. شفا عندك دقيقه واحده تدوري شوز لون احمر. يلا دوري احمر احمر. يلا لازم احمر. احمر. واو، قلادة غريبة، خليني اخذها. واو، شكلها حلو، خليني البسها. واو، اوه ماي جاد، اختفيت، خليني اطلع القلادة. الحمد لله رجعت. شكل هذه قلادة سحرية، خليني اختفي، راح تساعدني واجد. ما في احد، خليني اسرق بيت الناس. لازم ادور خطة عشان اسرقهم بدون ما يشوفوني. حرامي يريد يسرق بيت الناس، هذا ما يتوب. انا راح اعلمه. ها، راسي من ضربني. انا شلني، ليش تسرق بيت الناس؟ شو تريد مني؟ اجلني. حرام سرق بيت الناس. اخر مرة سرق. توبة توبة توبة. اذا سرقت مرة ثانية راح اشوف شيء ما شفته. توبة توبة، اخر مرة سرق اجلني. خاف من الله يا حرامي. شكل هذا البيت مسكون، خلي اهرب. اخر مرة سرق. خليني اروح البيت. الحين بعد المغرب وانا وصلت العصر. خليه ولي. انا بدي بغزل، بخلي حصل كل صلواتها. اللي بعدها. يما شنو هذا؟ يما يما، انا جني. شو هذا؟ قوم يصلي. انا شنو هذا؟ يما شو تريد يا جني؟ شو تريد؟ اترك التلفون وصلي. اوكي. خوفتها وقامت تصلي. جيت مصلي عشان اصلي. اوه الدراسة صعبة. خليها تولي، خليني العب على التلفون، خليها تولي الدراسة. Yippee!
يمي حلويات. الحمد لله ما في احد. ما حد يشوفني. سرقت حلوياتي. انا وش غسل. انا جني. يما جني ثاني مرة. Chef!
يلا انت ابو المربية. وصلنا الحديقة العاب، لا تسوي لي ازعاج. اوكي اوكي، خليني اجلس على التلفون عشان ما احس بالملل. شو اللي صار؟ وين عورش؟ هني. اي اي لا تدعي، ما في شيء يعورني. بسيطة، الحين بروح الألم. يلا قومي امشي، يلا بيت. اي اوه بلا دلع بس. اي شوفي حبيبتي، شو عشان نظف البيت بعد اللعب؟ لا ما احب التنظيف. شوفي اذا نظفت البيت معاي راح اعطيش كلام. خلصنا شوفي الحلوة. ياي
شايفة راح أقرأ إيش قصة قبل النوم. كان يا مكان في قديم الزمان كانت في بنت لطيفة وجميلة. وأخيراً سوسو نامت افتكيت منها الحب أنا تليفون. سوسو ليش قمتي من النوم؟ شو تريدي؟ عطشان أريد ماي. ما يهمني يلا رح ينامي. متأكدة ما رح تجيبي لي ماي؟ متأكدة يلا رح ينامي. مربية سوات كل شيء خبر ماما. شوف الفيديو. لك خبرنا مش بليز بليز راح اخدم وش سويش كل شي تبينا. لازم تسمعين كلامي. اوكي اريد عشاء ما تعشيت. يلا راح فيني نوم. اذا ما سويت لي عشاء راح اسوي فيديو حق ماما. اوكي راح اسوي عشاء. ياه كل عشاء سوسو. شكرا. كريم. تدي شي ثاني سوسو؟ لا. أريد بيجامة للنوم. أوكي أوكي كيوتوس يلا مش تشعرش. أوكي آي طب ماما. أوكي أوكي يلا نامي سوس الحلوة. الحين أحكيش أحلى قصة. كان يا مكان في قديم الزمن كان في 4 حيوانات أصدقاء. كانوا كل يوم يلعبون مع بعض ويتمشون ويستانسون. قصة مو بحلوة. أريد قصة ثانية. لا ما رح أغير القصة رح أخبر ماما. أوكي رح أغير القصة. خلاص خلاص غيرت القصة. هو نامت. خليني أحس اللي صورته. حلبت الفيديو اللي صورتيه. عادي صدر مجدد. تستاهل. عبد الله طالع الأولى. شوفي طلعت الأولى بكتب لي شلتي بينا. إن شاء الله بابا بطلع الأولى نفس كل سنة. يلا ننزل نستلم الشهايد. يلا. هلا. أهلين. أريد شهادة بنتي شفا صف الخامس. بعد ساعتين تطلع النتائج. بعد ساعتين؟ أي من بعيد. أريد شهادة بنتي الحينة. ليش طلعيني يا أحمد؟ ما قدرت أنام. أريد شهادتي. لا بعد ساعتين ما لي خص. هاي هدية عشان بنتي تنجح بس. أوكي بعد ساعة تطلع الشهادة. أوكي تمام بعد ساعة خلاص. شوفها من هاي الأبلة أول مرة أشوفها. هاي سكرتيرية المديرة. ها أوكي أوكي يلا نستنى. هي من يوم تنزل الشهادة توقع ناجحة ولا راسبة؟ أتوقع راسبة. يما لما أروح الامتحان بطني تعون وأنسى كل شيء. كالعادة يا رب تنجحين بس يلا نروح يلا نروح. هلا. أهلين. أريد نتائج الصف الخامس. نتائج الصف الخامس بعد ساعتين رح تطلع. بعد ساعتين المدرسة قالوا لنا الساعة 4 والحين الساعة 4. وين الشهايد؟ جاي من بعيد أنا. ليش متحمسة أصلا بنتش راسبة؟ أنت راسبة أنا متأكدة. هي صح؟ زعجتوني يلا روح استنوا. أعرف كيف بتطلع لي الشهادة. خذي أعطيني الشهادة. أنا ما أخذ فلوس بس يلا يلا. خلاص استنوا الساعة رح تجي الشهادة. اوكي ان شاء الله يلا يلا تعالي يلا بنتي. هي بتذيع النتائج راسبة ولا ناسحة؟ ما اعرف اتوقع راسبة. ما تهدأ يا مسكتي. هلا الين سوسو امها. لو سمحتي ريت نتائج بنتي الصف الثاني. ام سوسو ما صدقت اشوفش. ابى اخبرش عن سوسو. كلها بتوقف فوق الطاولات تخرج المدرسة. لازم تتابعي دراما. لا بنتي سوسو مقدمة وشطورة. المهم متى الشهايد؟ الشهايد بعد ساعتين. روح استنوا. نستنى في الحر. المدرسة قاعدين الساعة 4. ليش تأخرونا ساعتين؟ هاي قوانين المدرسة لازم تسمعينها. اوكي يلا روح ننتظر. شوفي بترغي راسي نفس كل سنة ان شاء الله صح؟ صح. يا رب اطلع الأولى يا رب اطلع الأولى. هلا هلا شفا. اهلين.
شوف حبيبتي استلمت الشهادة؟ لا لا بعد ما استلمتها. ما شاء الله عليك انت شطورة. ليش ما خشيتي من شفاش تطلعين الأولى؟ المدرسة ما خلتنا نغش. اوه من هالمدرسة. بعد ما توقفي فوق الطاولات ليش ما تركزي تدرسي مع الأبلة؟ الحين تفشلين قدام المواد. يما شو أسوي امتحانات صعبة؟ ماما أو إيش؟ السنة الجاية راح أنجح. كل سنة توعديني ما في فايدة. يلا خلينا نجرب تنجحي. بشرة أبلة طلعت نتائج؟ وقول الشيء أحسن من النتائج. تبين بنت شريم تنجح؟ أكيد أريدها تنجح. ادفعي 2000 وبنتش رح تطلع الأولى على الصف. وصح؟ كيف رح تنجحينها؟ أنا أقرب حق المديرة عندي واسطة ونجحت وايد طلاب لا تخافين. أوكي ليش ما قلتي لي من الأول؟ بس سوي لي خصم 2000 وايدة. ماما تعي بليز بليز أنا ناصبة. يا ربي تفشليني وبعد تخسريني. أمري لله رح أدفع. يلا خذي هاي 2000. ناجحة وراح تسوين حفلة بعد. واخيرا راح تدلع عند الجيران وافلع وسوي حفلة. ما راح تطلع نتائج صح؟ بعد 5 دقائق. اوكي انا الاولى انا الاولى انا الاولى. قولوا لي شو اللي صار ليش فرحانين؟ اعطت السكرتارية 2000 درهم وقالت لها هي تقرب حق المديرة وراح تنجح ريم طلعها الاولى بعد. لا حتى بينجح سوسو. خلاص روحي عندها يمكن تسوي تواصل. يلا روحي يلا خلنا نروح يلا. هلا عبلة ايش نجحين بنتي؟ انجح بنتي فاشلة؟ الله خليش نجحيها هي كل سنة راسبة. اوكي بسيطة ادفعي 2000 درهم. 2000 وايد احسن خليت عيد السنة. خلاص هدفع. ماما ادفعي اريد انجح. اوكي اوكي بدفع بس طلعيها الاولى. اكيد الاولى. خذي خذي ابغى خذي. شكرا. خلاص استنوا 5 دقائق سوسو الحين راح تطلع الاولى. سوسو طلعت الاولى سوسو اكبر حفله. ياي ياي بيطلعون اول هم كساله. يا رب نجح يا رب يا رب. شافوا ابوه تعالوا. بابا ابلغ غسلنا دتنا. يلا خروح يلا. بشري طلعت شهايد؟ لا ما طلعت الشهاده. طيب بنتك تطلع الاولى جيب 2000 درهم. لا بنتي مجتهده وكل سنه تطلع الاولى بمجهودها هي. ما بدفع 2000 درهم ولا اي شيء. سؤال المدرسه للتعاون برا شباب في تنجيح الطلاب. خلي بنتك ترسم احسن. كل الناس دفعوا الا انت. شفت عليك صح الامتحانات صح؟ صح. بابا لا تدفع ولا درهم. انا متاكده راح اطلع الاولى بمجهودي. بنتي ما راح ترسم راح تطلع الاولى بمجهودها انا متاكد من هالكلام. ما ارضى بالكلام اللي سمعته. اريد اكلم المديره الحين. المديره خلاص اصبح ناديها. خلينا اهرب قبل ما يبلغوا علي الشرطه. ران تأخرت راحت وما رجعت. خلنا نستنى. يا رب تنجح يا رب تنجح يا رب تنجح. الآن إعلان النتائج للصف الخامس سنة 2023. الطالبة شفا عبد الله طالعة الأولى. مبروك. مبروك. جبت الأولى. مبروك بنتي. كانت في معلمة تبغى تأخذ مني رشوة عشان تنجح شفا. لا ما عندنا هالكلام. إلا اسألي شفا. النجاح عندنا مش بالرشوات، النجاح عندنا بحسب دراسة الطالب. هذا الكلام الصح، مو بالرشاوي. مو غريب على بنتك كل سنة طالعة الأولى. ما شاء الله عليها الله يحفظها. وللأمام شفان شوف ايش السنة الجاية. يلا مع السلامة. مع السلامة. بابا وين رحت وديني؟ أي مكان تبغينا. شو تبغين يا ابني شفا عليك؟ الطالبة سيلين علي. سوسو ندرس من عشان نروح. بشري بشري. راسبة بمتين. كيف راسبة؟ السكرتيرة قاعدة تعطينا 2000 وبنجح بنتش. نحن مدرسة محترمة ما نقبل رشاوي. نصبت علينا يعني؟ السكرتيرية نصبت على وايد طلاب وتصنع شرطة وراح يدوروا عليها. أبغى 2000 مالتي وينها؟ إذا لقيتوها اتصلوا علي. عندكم دور ثاني تعالوا أنتم بنتش. نصبوا علينا وبعد راسبة شو هذا؟ الطالبة ريم محمد. ريم نادي اسمي شو هالروح المديرة؟ يلا. بشرة مديرة بنتي طالعة الأولى؟ بنتي شاسة في 4 مواد. 4 مواد؟ هي وعندها دور ثاني. جيبي جيبي الشهادة جيبي. شاسة في 4 مواد. أنا أعطيت السكرتيرية غزة 2000 درهم وقلت رح تلجيها وتطلع الأولى بعد. نحن مدرسة محترمة ما نقبل رشاوي، هاي غلطتكم تحملوها. نصبوا علينا وبعد طلعتي راسبة. يا رب شو هالحظ. يلا تعال. حسبي الله على غزل، رسبت بنتي وبعد نصبت علي. علي الله. لا حول ولا قوة الا بالله، لازم اتصل على الشرطة يدوروا على غزل لانها نصبت على وايد طلاب. حرام الرشوة تؤدي للهلاك.
واو قلادة غريبة، خليني أخذها. واو شكلها حلو، خليني ألبسها. واو ماي جاد اختفيت، خليني أطلع القلادة. الحمد لله رجعت، شكلها هذه قلادة سحرية، خليني اختفي راح تساعدني واجد. ما في أحد، خليني أسرق بيت الناس. لازم أدور خطة عشان أسرقهم بدون ما يشوفوني. حرامي يريد يسرق بيت الناس، هذا ما يتوب، أنا راح أعلمه. راسي من ضربني؟ أنا شلني، ليش تسرق بيت الناس؟ شو تريد مني يا أجلني؟ حرام سرق بيت الناس. آخر مرة سرق، توبة توبة توبة. إذا سرقت مرة ثانية راح أشوف شيء ما شفته. توبة توبة، آخر مرة سرق يا أجلني. هلا إيش أخباركم؟ اليوم راح نجرب وصفات وخدع مشهورة. وقبل ما نبدأ لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ. الوصفة الأولى، جلي نحطه في الثلاجة. واو صار كراكشي، يلا جربه. جلي شو رايك؟ أعيد عن يلا نجرب. أول شي نفتح الجلي. شوفوا دائرة، ترى خلصنا سوينا شكل حلوة وكيوت. الله، بنخليه لمدة ساعتين في الثلاجة. تتوقع راح يضبط ولا لا؟ أتوقع هيك. وأنا بعد، وأنا بعد ودي الثلاجة. يا رب يضبط يا رب. ترى طلعنا من الثلاجة. واو شوفوا كيف، اسمعوا الصوت، بسم الله. لزقت نينو قلتها استشوار. واو بنونه، الله كيوت. يلا نجربها. يلا جبنا لزقت نينو وجبنا قلتها وجبنا استشوار ومصاصه. يلا نبدا. يلا اول شيء نقص اللزقه. استكي اوكي، قصينا، نحط الاستراح وقل لزقه. اوكي شكل، بعدين حط الجلتر، حط لون وردي. واو سكرة. اهم شيء خط التسكير، سكرون عدل. يلا نطلع اللزقة اللي فوق النانو. واو تتوقع يضبط او لا؟ اتوقع يضبط. اوكي يلا الحين بتسوي شغل استشوار عشان الحر، إذا حار راح يصير كأنه بالونة، صح؟ ندوخ. بنعيدها عاد. يلا انفخها. الحين سوي بدون جلتر. كم مرة حاولنا؟ 20 مرة. ضربة جبنا نوتيلا وهالقطعة الموزع. أول شي نطلع الغطاء. بنخسفه من هني وبعدين بندخل هالقطعة وبعدين يطلع من النوتيلا. نحلها. ترى شوفوا خسفنا الغطاء. واو يلا شيل هذه القطعة نحطها داخل. واو شوفوا كيف. يلا حطه نوتيلا. ترى شوف شكله كيف حلو. واو شوفوا جبنا خبز. يلا واو.
زمان. الله يجنن. صرنا ما نحتاج معلقة، احلى اختراع. صح. ايدي وسخة، اريد اغسلها. احلى احلى شيء صح؟ صح. احلى شيء. حلاوة تولز اب. تحط فيه الايس كريم. صور بي نايت حلويات لايت كرانشي. يلا نجربه. حلاوة تولز اب ايس كريم. يلا فتح الحلاوة. متحمسة اجربه، احس بيطلع كرانشي. واو ريحته وايد حلو. اوكي متحمسة. يلا نفتح الايس كريم. يلا نحطه. ترى شوفوا كيف، واو اسم الصوت تجمدوا. يلا ناكل بسم الله. طعمه وايد حلو بس بارد. ضبط الوصفة، اعطيها 10 من 10. يلا نشوف هذه الوصفة. يلا. عنب، ليمون، سكر، خلطة حطه بالفريزر ربع ساعة. جمد. يلا نجربه. يلا. اليوم شكلك تشم فيه الثلاجة. صح. عنب اخضر، سكر، ليمون. يلا نرش ليمون. الحين السكر. يلا نخلط نخلط نخلط. تحت الوصفة وايد سهلة. طلع حلو وحسويه كل يوم. متحمس. يلا نضيف الثلاجة. يلا. ترى جبنا في الثلاجة متجمد. واو اسمع الصوت. يلا ذوق بسم الله. اسمع يلا بذوقه. شو من داخل كيف؟ كان ايس كريم صح؟ كان سلاشي بالضبط. صح. يعور اسنان. يلا بذوقه. بعد شوفه مجمد. مجمد على اخر كذا سلاشي بالضبط. اسمعوا الصوت. كم تعطون الوصفة بنات؟ 10 من 10. يلا نشوف هذه الوصفة. ورق الأرز، اندومي. واو يلا نجربه. ترى جبت ورق الأرز واندومي. واو شوف كيف شكله. شوف ورق الأرز كيف شفافي. واو وايد حلو. يلا حطه في الصحن. كيف والماي حار. شوفوا كيف اختفى. شفافي شفافي. شوفوا انطبع اخيرا طلعه. يلا شوي شوي لانه جدا رقيق. واو يلا حط نودلز. يلا بتحشيه بالنودلز. واو اهم لحظه. يلا نغلفه. بسم الله. 1 2 3. واو شو كيف ترى ضبط. واو يلا نجربه. بسم الله. حلو. كان ساندويتش صح؟ صح جدا ايزي وحلو. اليوم استمتعتوا في الوصفات وبس. هاي كيف اليوم، ان شاء الله عجبكم. مع السلامه. باي.